اهلا بكم من جديد. الحقيقه ان المشهد في الاتحاديه بيشهد بعض التصاعد بين الحين والاخر، كر وفر، وطبعا دخان الغازات المسيله للدموع. لسه في عدد من المتظاهرين برضو مش كبير، لكن ما زال بقى اما القاء حجاره او القاء مياه او غاز مسيل للدموع. ده المشهد اللي هنفضل نتابعه امام الاتحاديه، وايضا هنتابع المشهد في المحافظات. جبهه الانقاذ بتواجه انتقادات حاده، انها غير موجوده على الارض، أنها لا تقدم حلول للخروج من الأزمة، أن جزء من الشلل السياسي اللي احنا فيه، رغم أن الجزء الأكبر مسؤول عنه النظام الذي لا يقدم حل ولا يريد أن يتقدم خطوة، لكن البعض بيلوم جبهة الإنقاذ أنها هي الأخرى لا تقدم حلول بديلة، مش موجودة في الشارع، مش موجودة على الأرض، وكل شغلها أنها إما بتجتمع في غرف مغلقة أو بتصدر بيانات وينتهي الأمر عند هذا الحد. مسؤولية جبهة الإنقاذ، البدائل اللي ممكن تكون عندها، ده اللي هنناقشه مع الدكتور عمرو حمزاوي القيادي بجبهة الإنقاذ، وطبعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور عمرو أهلا بك. مساء الخير يا ميس. مساء النور. خليني أبدأ بمبادرة النور. نعم. ومنذ قليل صدرت تصريحات تأكدنا من دقتها من الأستاذ نادر بكار عن أنه ربما تكون هناك بداية لحلحلة الأمور بتغيير 80% من حكومة هشام قنديل يوم الأربعاء، وإحنا اتصلنا بعدد قيادات النور وأكدوا لنا نفس الخبر، وقالوا أنهم بيتوقعوا تغيير 80% أو تغيير جزء من الحكومة يوم الأربعاء المقبل. بنحاول نتأكد من الرئاسة من هذا الخبر. هل هذا إذا حدث بالنسبة لكم بداية حلحلة للأمور؟ هو اللقاء الذي تم بين حزب النور وبين جبهة الإنقاذ، وتم هذا اللقاء منذ 10 أيام تقريبا، نتج عن اللقاء بيان واضح المعالم، تحدث عن مطالب مشتركة. المطالب المشتركة كانت أولا تشكيل حكومة جديدة، حكومة إنقاذ، حكومة وحدة وطنية، حكومة كفاءات، حكومة تتطلع بإدارة الملف الاقتصادي والملف الأمني بالأساس، حكومة جديدة بالكامل. اثنين، الوصول إلى حل بشأن النائب العام، تعيين نائب عام جديد وفقا للمعايير المنصوص عليها في الدستور المعمول به الآن بعد أن أقر هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي. ثلاثة، الوصول إلى حل واضح المعالم بشأن التعديلات الدستورية. وأنا لا أرتب من حيث الأهمية لميس، لكن هذه نقاط رئيسية. وفي مسألة الدستور كان هناك اختلاف واضح بين الجبهة وبين حزب النور. الجبهة طرحت وما زالت تطرح تشكيل لجنة قانونية محايدة، وبتلتزم الأحزاب السياسية بالموافقة على التعديلات التي تقترحها هذه اللجنة القانونية المحايدة. وحزب النور كان لديه رؤية أعتقد ما زالت موجودة، قائمة على المحاصصة الحزبية، تتشكل لجنة واللجنة تبعث بتعديلاتها للأحزاب وتصفيها الأحزاب وفقا لفكرة محاصصة حزبية، وذات الأمر الذي عانينا منه في الجمعية التأسيسية وعلى هامش الجمعية التأسيسية. والنقطة الرابعة كانت الحديث واعتقد عن مدونة سلوك للقائمين أو لممارسي العمل السياسي، نبتعد بها عن التخوين والتكفير وعن التهديد بالقتل وعن الحروب الكلامية. أنا أعتقد إن طلب حزب النور من الجبهة أن نلتقي مرة أخرى لإطلاعنا على تطورات المباحثات التي أجراها حزب النور مع الرئاسة ومع أطراف أخرى، أهلا وسهلا، نلتقي مع حزب النور، وفي إطار ما سيقال لنا من جانب الدكتور يونس مخون رئيس الحزب والزملاء الذين كانوا معنا في اللقاء الأول، أشرف ثابت وغير، والأستاذ سيد مصطفى، نستمع إليهم وعلى أساس هذا نأخذ قرارنا. ولكن الجبهة لا تبحث عن حلول جزئية، ولكن تبحث عن حل كلي، حكومة جديدة، مسألة الدستور لابد من حلحلتها، مسألة النائب العام لابد من حلحلتها. وللجبهة كان مطلب آخر أنا أعتقد ما زال على درجة عالية من الأهمية، هو الدعوة إلى مؤتمر اقتصادي وطني نشارك به جميعا البحث عن حلول اقتصادية، لأن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح غير محتمل. طب دلوقتي هل وصلتكم، ده المشهد يا جماعة لسه في الاتحادية برضو كر وفر زي ما احنا شايفين، منذ قليل كان معانا صور حية أيضا من مؤتمر شباب جبهة الإنقاذ، هنحاول يكون معنا مراسل بعد قليل يقول لنا ماذا يحدث، نتمنى ألا تتصاعد الأمور أكثر من ذلك. هل قعدتوا مع جلستوا مع نور بعد اجتماعه مع الرئيس؟
لا، هو الاجتماع الوحيد إلى الآن مع حزب النور تم قبل أن يجلس اه حزب النور مع رئيس الجمهورية، ونحن الآن سننتظر تواصل من جانب حزب النور لإبلاغنا بتطورات المباحثات المختلفة التي أجراها. الطبيعي في هذه الأمور يا لميس أن حزب بيطرح مبادرة بيجري على أساسها مباحثات ومفاوضات، بيستطلع الآراء، بيعود بعد الجولة الأولى من يرجع استطلاع لكم الآراء تاني. بيعود لنا مرة أخرى ويقول هذا ما توصلنا إليه. دعيني أؤكد أيضا على رفضي يعني بالكامل، وحتى لا يزجب الجبهة مرة أخرى في مشاهد العنف المرفوضة، سواء عنف مفرط أو عنف بمولوتوف أو بحجارة، هذا الأمر مرفوض بالكامل. ومرة أخرى أنا أدعو الجميع لأن يتدبر في حقيقة أن هذه المؤسسة مؤسسة للشعب، مؤسسة مملوكة للشعب المصري، رئاسة الجمهورية وغيرها من المؤسسات العامة، مؤسسات عامة مملوكة للشعب وليست مملوكة للجالسين بها الآن، والعنف ضدها وضد منشآت خاصة مسألة مرفوضة عشان بالكامل. بس موضوع الغطاء لأن لأنها السياسي ده لأنها زهقنا منه لأنها بصراحة. بالظبط يعني أصبحت مسألة مملة ولا تذهب بنا بعيدا، وكيل اتهامات وتوزيع اتهامات. لا، نحن لا نقدم لا غطاء سياسي لا العنف ولا نزايد، ونقول المسؤول والمتورط في عنف سواء من طرف الأجهزة الأمنية ولا من أطراف أخرى يحاسب، ويحاسب بصورة علنية. وكان المتوقع من رئيس الجمهورية أن يحمل المسؤولية السياسية لهذه الحكومة، وكان سبب إضافي لإقالتها في واقع الأمر المسؤولية السياسية عن عنف مفرط في بورسعيد على الأقل. طب قبل ما أرجع للحكومة أرجع تاني للنور. طيب الدكتور مرسي قال إن المبادرة هتكون موجودة على مائدة، طيب اتحادية برضو تاني في مشاكل هناك، يعني كر وفر وغازات مسيله للدموع. طيب النور خرجوا من الاجتماع قالوا ان كل المبادره هتكون موجوده على مائده الحوار المفاوضات. طيب معي على الهاتف الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه. دكتور مساء الخير يا فندم. اهلا بك. يعني ما صحه الانباء التي ذكرت على لسان قيادات من حزب النور على لسان الاستاذ نادر بكار ان على تلفزيون الحياه الحقيقه انه ربما تكون هناك تشكيل او اعاده تغيير ل 80% من الحكومه يوم الاربعاء المقبل؟ لا، هو اللي تم الاتفاق عليه مع قيادات حزب النور التي زارت الاستاذ رئيس في مقاليس الجمهوريه ومين هو يعني رغم اختلافنا مع بعض البنود في الوارده في المبادره، انما السيد الرئيس اكد على ان هذه المبادره مبادره كريمه، ووافق على ادراجها في جدول اعمال اللقاء القادم للحوار الوطني مع كل القوى الفاعله في المجتمع المصري المدعوه للحضور من اجل المناقشه وعرض الراي والراي الاخر، وهي دي آلية ديمقراطيه. لكن ليس هناك اي نيه لفي تعديل وزاري في الاربعاء القادم كما قال يعني احد. طيب متى الاجتماع القادم للحوار الوطني؟ امتى يا دكتور؟ هو ان شاء الله يكون في نهايه هذا الاسبوع، هو جاري الاعداد على قدم وساق من اجل انجازه قبل نهايه هذا الاسبوع، وربما نعلم غدا بالضبط ما هو التحديد. هل صحيح ان الرئيس مرسي تحفظ على بندي الحكومه والنائب العام؟ الـ 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 الامور متعلقه بالدستور ومتعلقه ببعض المؤامرات السياسيه الخاصه بالتوقيت وما يتعلق فيها بانتخابات مجلس النواب القادم. كل هذا جرى نقاشه اثناء حوار السيد الرئيس مع قيادات حزب النور. وكما قلت السيد الرئيس من حيث المبدا رحب بالمبادره الكريمه لانه ده تحرك ايجابي من حزب له حضوره في المشهد السياسي، ووافق على ادراجه كما قلت بالجدول الاعمال القادم ان شاء الله للحوار الوطني مع تحفظات بالتاكيد على بعض المواد. طيب دكتور، هل هتدعو جبهه الانقاذ مره اخرى لحضور هذه الجلسه من المحادثات او من الحوار الوطني؟ هناك تطابق مستمره مع كل الاطراف ومع كل القوى الفاعله في المجتمع المصري سواء اتصالات مباشره او غير مباشره من اجل أن يجلس الجميع على مائدة مستديرة من أجل صالح هذا الوطن وصالح المواطنين، ومن أجل رفع الغطاء السياسي عن أي تيار عنف بيحاول أن يتندد في أرجاء الوطن المصري هذه الأيام. والجميع كل القوى الوطنية الفاعلة بالتأكيد بتدين هذا الشكل من أشكال الممارسة اللي بيستخدم فيها العنف، وبالتالي جبهة الإنقاذ وغيرها من الأحزاب المصرية مدعوة بالتأكيد لحضور والجلوس على مائدة مستديرة يتشارك فيها الجميع من برؤياهم وارائهم للوصول الى صالح الوطن والمواطن. طب اذا كنت حضرتك بالفعل نفيت في بدايه هذه المداخله ان يكون هناك اي تعديل في الحكومه، يعني غريبا برضو قيادات النور تخرج بهذه التصريحات، يعني اكيد لها مصدر يعني يا دكتور ولا ايه؟
والله انا بتكلم رسميا باسم رئاسة الجمهوريه، نعم بقول لك لا لا لا، الموضوع يعني يطرح كجزء من مبادره حزب النور، نحن رحبنا بذلك. لكن هل هناك سؤال، هل هناك تعديل ذلك كما قيل او كما حضرتك قلتي بقى القادم؟ انا بؤكد ان هذا الكلام عاري عن الصحه. طب دكتور انتوا فين دلوقتي؟ يعني حضرتك دكتور مرسي كل العاملين في الرئاسه، هل انتوا موجودين جوه القصر وسط هذه الاحداث؟ لا، احنا غادرنا مكاتبنا منذ ساعه تقريبا، وانهينا عملنا بالشكل المعتاد، وانهى السيد الرئيس كل اللقاءات المجدوله هذا اليوم، ويعني عاد الى بيته يعني السيد الرئيس. طيب اتمنى طبعا السلامه للجميع، لانه الحقيقه من غير المنطقي حاله العنف اللي موجوده ويعني الهجوم على الاتحاديه او غيرها من المنشات الرسميه. بشكرك دكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه الذي نفى لنا تصريحات الاستاذ نادر بكار عن تغيير 80% من الحكومه واي تغييرات حكوميه مقبله، وقال ان مبادره النور ستطرح بشكل كامل على الجلسة القادمة من مائدة الحوار أو من الحوار الوطني بما فيها بقى من سواء حكومة أو غير ذلك. رأيك ليه؟ بصورة واضحة نحن ما زلنا مع المقاربة التأجيلية والتسويفية من جانب رئاسة الجمهورية بشأن حلحلة الأمور والدفع باتجاه حوار وطني حقيقي. لميس، هناك قوة في الشارع عبرت عن نفسها، وقمنا في جبهة الإنقاذ بصياغة بعض مطالب هذه القوى التي عبرت عن نفسها منذ لحظة إصدار الإعلان الذي سمي بالإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، وعبرت عن نفسها بمطالب محددة متعلقة بالدستور، متعلقة بالحكومة. والحكومة المسألة ليست طرفا، المسألة أن مصر في كارثة اقتصادية وأن هذه حكومة غير فعالة لا تمتلك الأدوات. يعني هي يعني أنتوا طلبتوا لتعديل الحكومة ليه؟ طلبنا التعديل لمعالجة الملف الاقتصادي بالأساس والملف الأمني. مصر أصبحت في حالة بها قابلية للعنف مرعبة، هذه مكونات تدفع بالبلد لسيناريو فوضى أو سيناريو عنف أو سيناريو انهيار دولة أو سيناريو مواجهات في شوارع قد تتطور لا قدر الله باتجاه آخر، وحكومة غير فعالة لا تمتلك أدواتها، ملف اقتصادي تتحول به الأزمة الاقتصادية الطاحنة إلى أخطر كل يوم كل ساعة. هذه حكومة لا يمكن أن أتعامل مع المخاربة التسويفية لرئاسة الجمهورية أنتظر حسابات الوقت في مرحلة تحول ديمقراطي تحولت لأزمة لا تقاس لا بشهور ولا بأسابيع، لا تقاس بالأيام إن لم يكن بالساعات. لا نملك طرف إن احنا نبقي على هذه الحكومة غير الفعالة. هل هتذهبوا إلى جلسة لا الحوار؟ مرة أخرى، نحن طرحنا، وهي ليست بالشروط، هي مقومات لإنجاح الحوار بصورة واضحة. الأمر لا يتعلق بإدراج مبادرة حزب النور على جدول الحوار، بل بأن تخرج من قبل رئاسة الجمهورية وبصورة واضحة تصريحات تؤكد على قبول البحث في مسألة تشكيل حكومة جديدة. أيوة، هم قالوا إن إحنا بنقبل بحث مبادرة النور، ومبادرة النور فيها ثلاثة من العناصر اللي أنتوا طلبتوها. يعني على رئاسة الجمهورية أن تخرج علينا بصيغة، هي ستدعو ستجدد الدعوة لما يسمى الآن بالحوار الوطني. الجلسة الجديدة. الجلسة الجديدة. تجديد الدعوة لابد أن يرتبط بحديث واضح عن موقف الرئاسة من تشكيل الحكومة، هل هي قابلة للبحث في مسألة في مبدأ تشكيل حكومة جديدة، نعم أم لا؟ هل هي قابلة للبحث في مبدأ تعديل الدستور بصورة ملزمة؟ هل هي قابلة للبحث في مسألة النائب العام؟ أنا لم يتحدث النور عن النائب العام. هل هي قابلة للبحث في مسألة تقنين أوضاع جماعة الإخوان أم لا؟ سننتظر الدعوة الجديدة كيف تتبلور لو مقومات الإنجاح موجودة نزل. وخليني برضه أقول لك حاجة كمان، إن الدعوة التي وجهت المرة الأخيرة لم تكن لجبهة الإنقاذ، وجهت الدعوة لعدد من الشخصيات ولعدد من الأحزاب، وتم تجاهل وجود الجبهة ككيان. ايوه، هل الجبهة موجودة؟ هل الجبهة كيان رسمي بيقول يعني؟ لا، هذا أمر يعني التحجج بيقولوا يعني كده، ان الجبهة ليست يعني كيان رسمي. سامحيني، رئيس الجمهورية وهو رئيس الجمهورية المنتخب بينتمي لجماعة غير شرعية، وهذه الجماعة تخرج علينا بمؤتمرات صحفية كل يوم ولها مقرات، هل هي جماعة شرعية؟ لا، هي جماعة غير شرعية. لا، يعني دعينا من النقاش الرسمي والشرعي لأنهم هم سيكونون في مأزق حقيقي. لا، الجبهة لها كيان معنوي، لها وجود سياسي تخاطب باسمها، نحن جبهة موجودة على الأرض. فهذا فيما خص مبادرة النور وجلسات الحوار، نحن لدينا مقومات للإنجاح، إحنا لا جبهة رفض ولا جبهة خراب ولا جبهة تبحث عن قول لا، فقط لو مقومات الإنجاح توفرت ودعيت الجبهة كجبهة بالتأكيد سيكون هناك قبول للحوار. هتقعدوا مع النور قبل جلسة الحوار القادمة؟ أنا تصوري أن النور الآن ربما ونحن نتحدث يتصل بنا بالجبهة، ربما مع المنسق العام الدكتور أحمد البرعي لطلب عقد جلسة ربما بالغد
لإطلاعنا على تطورات المباحثات التي أجروها مع الرئاسة. طب اسمح لي نخرج فاصل، وبعد الفاصل نتكلم على البدائل. بصراحة لديكم الأول بدائل الجبهة ولا مالكوش؟ أنتوا موجودين على الأرض ولا لأ؟ أنتوا جبهة بتقول لأ فقط ولا في فكرة تانية خلاقة تخرج بينا من هذا الشلل اللي احنا موجودين فيه؟ طبعا. فاصل ونرجع نواصل هذا الحوار مع الدكتور عمرو حمزاوي، والمشهد يفضل معانا يعني ملاحقة تطوراته.